اهلا بكم مره تانية، ودي الفقره الاولى مع نخبه من الرياضيين الكبار والنقاد الرياضيين. بعدها هتكون فقره المشجعات اللي رايحين ان شاء الله على روسيا مع رابطه مشجعات جديده. وخلوني ارحب بكابتن عادل عبد الرحمن، نجم منتخب مصر السابق وممثلنا في كاس العالم 90. اهلا بك كابتن عادل، منور الدنيا. معايا برضو الدكتور ياسر ايوب، الكاتب الصحفي ومدير قطاع الاعلام بالنادي الاهلي. اهلا بك كابتن ياسر. دكتور ياسر ولا بيقولوا لك كابتن دلوقتي في النادي؟ لا، عمري ما كنت كابتن، دكتور بس. وكابتن عصام شلتوت برضو، احنا بنقول له في الجورنال يا كابتن، الناقد الرياضي ومدير تحرير جريده اليوم السابق. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عصام شلتوت. واحنا قبل ما ندخل، دكتور ياسر وكابتن عادل كانوا بيتكلموا على تاريخ اجواننا في كاس العالم، هل مجدي عبد الغني الاول ولا لا؟ والدكتور ياسر ايوب وكابتن عادل كانوا بيتكلموا على حاجه تاريخيه كده، احب جدا دكتور ياسر يقولها لكم في الاول على تاريخ اجواننا في المونديال. هو طبعا كابتن مجدي عبد الغني صديق عزيز جدا ونجم كبير جدا، لكن الحقيقه انه مش هو اللي احرز اول اهداف مصر في المونديال، ولا هو اللي احرز الهدف الوحيد لمصر في المونديال. سنه 34 في كاس العالم في ايطاليا برضو، لعبنا قدام المجر في المونديال 34، في المونديال 34، وكان عندنا فريق عظيم جدا. كان في قلب الهجوم بتاعه كابتن عبد الرحمن فوزي، كان وقتها لاعب في النادي المصري، ولعب وجاب جولين. احنا اتغلبنا، احنا تعادلنا في الشوط الاول في الماتش ده 2-2. المجر جابت جولين الاول 2-0. وقتها تخيل الناس انه هذا المنتخب، احنا كنا اول منتخب من افريقيا ومن اسيا يصل للمونديال، خارج اوروبا وامريكا الاتنين نلعب في المونديال. فالناس لما وصل نص الشوط الاول والمجر كسبانه 2-0، فقالوا احنا هنشوف بقى فضيحه، يعني المنتخب الغريب المجهول اللي جاي يلعب. ففوجئوا بلاعب اسمه عبد الرحمن فوزي بيجيب جونين ببراعه يعني في ضربه المجر. ومصر بتتعادل الشوط الاول، بعد كده بتخسر المباراه، وكانت ساعتها مباراه واحده بس، 4-2. والمباراه كانت مباراه واحده بس بخروج المغلوب، يعني ما كانش في مجموعات انك تلعب. يعني هي مباراه واحده، مباراه واحده بس. يعني عبد الرحمن فوزي وليس مجدي عبد الغني هو الذي احرز اول اهداف مصر في هو من ناحيه التاريخ، فعبد الرحمن فوزي هو الاول، ومن ناحيه العدد عبد الرحمن فوزي جايب جونين في المونديال، مش هدف واحد ومش من ضربه جزاء. احنا رحنا المونديال ده بماتشين بس، مش بتصفيات كبرى يعني. لعبنا ماتشين وصعدنا مونديال 90 34. يعني هو اصلا يعني اخشى بس انه احنا هيزيد كلامنا دلوقتي، بس كابتن مجدي بيهرج يا كابتن عادل. لا طبعا، ولا هو الناس هي اللي قالت، مش كابتن مجدي اكبر واحد روج لهدفه في العالم. ايوه. بعدين اكبر هدف في العالم، جاب اعلانات وجاب حاجات، يعني ما شاء الله عليه بيعرف يسوقه كويس. يعني اضطر بروكلين انه يقول انا مش فاكر يعني القصه بالظبط. لا، وكمان مش هو اللي جه في الاعلان كمان. طبعا لا، اضطروا يعني اما سالوه. فهو فكابتن مجدي طول الوقت، حتى كان في اي لقاء اي حديث بيني وبينه او في الاعلام، يطلع يقول لي انت ايه اللي خلاك تجري لما انا اجيب الجول؟ لا، وجريت على الكاميرا. لا، انا ما جريتش على الكاميرا، هو اللي جري غلط. ايوه، ما الكاميرا اللي شايفه. يعني انا بشوف بنالتي وعارف اللعيب اللي يحط في المكان ده لازم يجري في الاتجاه ده. انا جريت في الاتجاه الصح، هو جريت من الفرحه. انت اللي ظهرت في الكاميرا يا كابتن عادل. يعني اقول لحضرتك حاجه، انت لو كنت شفت وشه وهو داخل يشوط البنالتي، انا كنت قريب منه خطوتين يعني. يعني هو مش شايف يعني. صعبة جدا العملية. ولما جاب الجون جري بقى في الحتة اللي هي الغلط، وانا جريت في الحتة الصح. فهو كان بيقول لي انت راشل الكاميرا. انت اللي سرقت الكاميرا. سرقت الكاميرا. وانا ولا سرقت ولا حاجة، هو اللي سرق الكاميرا من ساعة، من 28 سنة الى الان بيتكلم عن الهدف. خلاص يعني. بقى خلصت ايه؟ خلاص تعبنا بقى. ان شاء الله يعني. بس هي المشكلة في حاجة، لو رحنا كاس العالم وما جبناش هدف، انا نفسي نجيب هدف او اثنين عشان ننسى. لان لو ما جبناش هدف هيقعد تاني الفتره دي كمان. لا، تعبنا زي نقعد بقى 4 سنين تانيين او 28 سنة تانيين. لا ان شاء الله. لا، 4 سنين خلاص، لان احنا بقينا منتخب عندنا لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي، وبقينا الموضوع يعني. هقول لحضرتك حاجه، ده شعوري واحساسي. انا بزعل من الفرحه الزياده قوي. يعني هي الفرحة اللي جاية لنا زيادة دي على شوق قوي يا كابتن. ايوه، ما هو ده يعني. مصر ما تستاهلش كده يعني.
انا متخيل ان فرحتنا لازم تكون معتدله بمروحنا كاس العالم على طول، لان انت تقدر وانك انت طول الوقت كنت انك ممكن تقدر. لكن هي كانت المشكله فينا احنا كتنظيم يعني. احنا نعرف ننظم البطوله المجمعه، ولكن ما نقدرش ننظم لمباريات متباعده. الحاجه الثانيه المهمه، ما كانش ليك يعني في جنب الكوره في حاجات اخرى تانية في الصناعه نفسها بقى، ومش في الصناعه وبس، وفي السياسه جواها والعلاقات. انا اقدر اقول لك انه هاني بوريده نجح كمان انه يعرف يعمل دي. يعني نجح انه يعرف يديك التقل في الاتحاد الافريقي، ودي مهمه. وفي تصفياتك والحاجات دي حط تحتيها مليون خط يعني. خلاص يعني تقدر انك تبقى قوي، ما حدش يقدر يجي عليك حتى في اي حاجه. فعلشان كده بقول لك ان انا سعيد جدا ان احنا رحنا كاس العالم، ولكن ابقى اسعد لما نتعود على الامر. نتعود. طب كابتن عصام، كان معانا كابتن عبد الحميد بسيوني دلوقتي مستضيفاه زميلتنا مي عدلي، وبيقول ان الكوبر اتعرض لضغوط كبيره، صحيح يمكن مش راضيين عن كل المباريات، لكن المهم النتائج. هل الجمله دي تنفع بس لوحدها في كاس العالم، ولا محتاجين حاجه ثانيه؟ في البطوله هناك لا، لكن تنفع واحنا بنحقق المعادله الرقميه. راجل جاي وسهوه يعني من امريكا اللاتينيه قريبين مننا، لكن اكثر نظام واكثر احترافيه، وزي ما حضرتك قلت واخده على الصناعه، وبالتالي هو جاي وسامع ان الناس هنا مش منظمه. الناس هنا رغم اسمهم الكبير، لكن كان عندهم ثلاث جولات مع ثلاث بطولات في قارتهم، خرجوا بره، ما شموش كاس العالم من 28 سنه، وبالتالي جه وصمم الاول ان يبقى فيه نظام، وبالتالي اصر على طريقه كل حاجه فيها اكنه مجهز اللعيبه باشارات زي البلاي ستيشن، ده ما بيخرجش عن القاعده دي وده ما بيخرجش عن القاعده دي، لكنه اعاد مصر لبطوله افريقيا، ولما راح لعب المباراه النهائيه وادانا كاس العالم بقى 28 سنه اول مجموعه، خاصه ان احنا معانا مثلا فرقه زي غانا هي خلاص يعني من كلاس ايه في الكوره فعلا يعني، وبالتالي هناك بقى مش هينفع. حسنا اذا فعل زي ما قال انه عنده استراتيجيه جديده، لانه طريقته مش هيغيرها بحسب الكوره، الجنرالات دول ليهم طرق ما بيغيروهاش. لكن زي ما عمل كده، انا اعتقد انه النتيجه بتاعت اوغندا وغانا لما تعادلوا ظللت عليه، لعب بنفس التركيبه الرقميه اللي هي طريقته في الملعب، بس ساب رمضان صبحي ما كترش مدافعين الوسط، حاول يبدا بصالح جمعه، نزعه هجوميه واصحاب الموهبة الفردية. وبالتالي أظنه هيشتغل على ده وهو رايح هناك، لأنه هناك محدش هيرحمه بقى. هو ليه اسم، طبعا ليه اسم، هيدافع عنه وهيحاول يظهر بفريق مجيب. طيب كابتن ياسر، احنا يمكن بنقعد نسأل نفسنا، احنا بنحب الحضري جدا، والحضري بالنسبة لنا حاجة أيقونة كبيرة جدا في الفوز وكل حاجة، بس احنا يعني مصر طول التاريخ ده ما عندهاش حد زي الحضري. يعني هذا ماكينه الانتاج دي ما بتجيبش ناس بنفس المستوى ده ليه؟ هو الحضري اكيد استثناء يعني انه لعيب يوصل 46 سنه ويحافظ على ما شاء الله عليه، ويحافظ على لياقته، وانه يعني ويوصل ان هو لو ان شاء الله كوبر او ايا كان هيدير منتخب مصر في مونديال روسيا واختار حسام الحضري، هيبقى اكبر لاعب في المونديال منذ 1930. يعني زوف كان في ايطاليا كان 42. عصام الحضري لو شارك في المونديال الروسي يعني العام المقبل، هيبقى اكبر لاعب سنا في المونديال، في تاريخ المونديال، تاريخ المونديال على الاطلاق. يعني فالحضري ده استثناء ما ينفعش نقيس عليه يعني. لكن اللي انا عايز اقوله انه احنا عندنا التاريخ مليان بالنجوم وبالموهوبين، بس احنا للاسف دائما بنحب نضيق شبابكنا وذاكرتنا. يعني انا اعتقد ان مصر كلها النهارده ممتنه لمحمد صلاح طبعا، بس ما ينفعش حد او اكتر من حد يجوا يقولوا ان محمد صلاح اعظم لاعب كره في تاريخ مصر. هيبقى في، انا شايف ان ده هيبقى فيها ظلم للاعبين كثيرين جدا يمكن ما جاتلهمش الفرصه اللي جت لكابتن محمد صلاح، سواء في الاحتراف او في فرصه المنتخب. ده من اول بقى كابتن امبارح، هو كان يعني هو لعيب عظيم جدا يعني،
مش معقول. بس فكره يعني ان انت دايما بيجاهد. تبص على التاريخ يعني لما تيجي تقيم حاجه يعني زي ما بقول لك كنا بنتكلم برضو قبل ما نطلع على الهواء انه هيبقى كل الحديث الان عن مونديال 90. انا لا عايز ان مونديال روسيا ينسينا مونديال 90، ولا عايز مونديال 90 ينسينا مونديال 34، ولا عايز الجيل الحالي من النجوم ينسينا الاجيال السابقه. يعني احنا بنبني حاجات متراكمه، ما ينفعش لا نلغي التاريخ ولا نتجاهل المستقبل. عصام الحضري حارس مرمى عظيم، يمكن الحسنه القليله اللي في المجال حراسه المرمى انه لسه غلطنا ما فيش حراس مرمى محترفين، لان احنا قضينا على المهاجمين المصريين. لما فتحنا باب الاحتراف فبقى الاهلي والزمالك واللعيبه هجره، فبقى المدير الفني اي مدير فني منتخب مصر هيجد معاناه في انه يلاقي مهاجم مصري يلعب لمنتخب مصر. احنا ما عندناش هذه التوزيع. يعني مثلا منتخب يعني انجلترا فيها جيوش من المحترفين، لكن بيبقى عندهم برضو توازن وحسابات انه هتلاقي في الاخر منتخب انجليزي قوي. اسبانيا نفس الحكاية، لكن احنا لسه في الدوامة دي. طيب كابتن عادل، هل ده التوقيت اللي نفكر فيه دلوقتي في تكوين المنتخب؟ نقاط ضعفنا ايه؟ نقاط قوتنا ايه؟ ولا لسه بدري على الكلام ده؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن بقى الناس المتفرجين والجمهور يفرحوا ويعيشوا افراحهم. المفترض انت كمسؤول في الوقت الحالي خلاص انت بتعد لكاس العالم. اولا حته التمثيل المشرف دي انتهت من مش عايزينها بقى يعني. لا انتهت. ما ينفعش خلاص انت بتروح تلعب كاس عالم علشان تعمل حاجه كويسه دي. واحد. اتنين، ودي مهمه جدا، حتى الدكتور ياسر كان بيتكلم على محمد صلاح لعيب فاز ولعيب كبير ودي حقيقه يعني، وعمل اداء كويس، لكن ما ننساش ان كره القدم مجموعه وفريق كوره يعني. يعني فريق بيبقى فيه 18 وفيه 7 بيبقوا بره السكور، يعني تقدر تقول فيه 25 لعيب، مفيش لعيب لوحده يعمل حاجه. صح. حتى اقول لك حاجه وممكن تكون مفاجاه للناس. يمكن امكانيات محمد صلاح العاليه قوي واحترافيه محمد صلاح مخليه كوبر يعتمد عليه. مش كوبر بس، انا لما بثق في محمد صلاح يمكن انت شفت تكتيكيا، نتكلم تكتيكيا، منتخب مصر عنده واجهه واحده اللي هو محمد صلاح. طب لا قدر الله محمد صلاح عنده شد قبل المباراه، طريقه اللعب نفسها هتبقى ازاي؟ ايه الحلول الاخرى؟ يعني من الحاجات اللي انا واخدها على اصل انا على مش كوبر. انا مش هقيم كوبر بالفرحه اللي الناس يقول لك راح كاس العالم. طيب حتى المجموعه اللي انت لعبتها، من تقييمك للمدرب، من عناصر التقييم ان المدرب يكون محظوظ عنده لك كويس. هو كان في مجموعه ضعيفه. لازم نعترف بكده يعني. ما نخليناش. بس غانا قوية. لا غانا قوية، الغانا اللي هي من 4 سنين. غانا بتعمل منتخب جديد زي ما انت عديت الثلاث دورات اللي ما رحتهاش. انت كنت بتغير جلد منتخبك من ابو تريكا وبركات والناس دي، انت بتغيرهم للعيبة اخرى. غانا كانت بتمر بالظروف دي. اوغندا في كرة القدم تكتيكيا، حتى المباراة بتاعت الكونغو امبارح مباراة انت تقدر تقول عليها ان فرقه الكونغو احنا اديناها اكبر من حجمها. انا لما باجي اقيم المدرب مش هقيمه بالفرحه ان احنا وصلنا كاس العالم، انا عايز اروح اعمل ايه. دايما عشان مدرب دايما بشوف اللي جاي ايه. فاللي جاي ده كلام مهم قوي. طبعا اللي جاي اهم من تقييمنا ل 90، تقييمنا ل 34، تقييمنا لان احنا رايحين روسيا. لا انا الاقوى عندي ان انا هروح اعمل ايه. علشان ازاي ان انا اعمل نتائج كويسه. وانت عجبك تكتيكات كوبر ولا مش عجبك؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، يعني انا في الحته الفنيه بتاعت كوبر لازم مدرسه من مدارس المدربين كلاسيكي جدا نمطي. يعني النمطيه بتاعت كوبر تنفع مع المستوى العالي في اوروبا. اما المستوى العالم الثالث في كره القدم الكلاسيكيه دي ما بتنفعش. اللي هو انا ممكن لعيب اريحه النهارده علشان عنده ظروف، لكن اللعيب المحترف اللي هو بيلعب في اوروبا ده لعيب ظروفه مش ظروفه بينزل يأدي بنفس الشكل اللي هو فيه. فانا في حاجات انا تحفظات كتير على المرحله الاولى تمشي. اللي هي مرحله المنتخبات المجموعه بتاعتك المش قويه. لازم نعترف بكده. مش بقول ان احنا ما عملناش انجاز، لا انجازنا ان احنا رحنا كاس العالم، لكن لازم ما ننخدعش. لازم
نعرف ان احنا عاوزين عندنا نقاط ضعف. عندنا نقاط ضعف كتير. عندك الحته اللي الدكتور ياسر اتكلم فيها ان ما عندناش مهاجمين. احنا عندنا مهاجمين، عندنا مهاجمين بس في تركيز على نقدر نصنع مهاجمين. علشان كده بقول لك انه كوبر كلاسيكي 12 13 لعيب بيعتمد عليهم ما ينفعوش في العالم الثالث. حتى اللعيبه يعني احنا كنا بنتناقش قبل الهواء، انا بتكلم على حسام غالي. انا محتاج حسام غالي. يعني فكري انا ان حسام غالي لعيب كبير يعرف يعمل حاجه في كاس عالم. يعرف فيه فكر. انت وليه سبيريت في الملعب. لا هتلاعب فرق فكر اعلى من اوغندا، فكر اعلى من الكونغو، هيعاقبوك في ثانيه لو غلطت. يعني انت امبارح انت اخطات كتير في في مباراه، لكن الفرقه اللي قدامك ما عرفتش تعاقبك الا عاقبتك مره. لكن انت لو بتلعب مستوى اعلى وبتخطا الاخطاء اللي موجوده كانت في الملعب هيعاقبوك اعلى واقوى. هيعاقبوني في الاهداف. رايك يا كابتن عصام في كلامك ده؟ كابتن عادل برضه بعد اذن حضرتك، ده مش شغل المدير الفني المنتخب. حضرتك برضه ناسي ان الصناعه هنا يعني اللي ساترها دلوقتي ان بقى فيه يعني شركاء تجاريين وناس بتصرف بتحاول تصنع شيء للصناعه دي. لكن انت الانديه دلوقتي بقت شرايط النجم. ما انا بقول لحضرتك فنيا طبعا، ما هي فنيا بتبدا من كده، شرايط النجم ولا تربيته. فين النادي الاهلي اللي كان بيطلع يعني اخرهم عماد متعب مثلا؟ ما فيش. ليه؟ لانه انت في ثانيه انت بتسمح النهارده للاعب انه يبقى لاعب وطالب ومجند ولا احد يتحدث عن احتراف كامل. الراجل خواجة بيجي عايز يعمل احسن شغل. احنا محتاجين نعمل وقفة مع نفسنا عشان فعلا مع وجودنا في كاس العالم نبدأ صفحة الصناعة. يعني مش غلطة كوبر، لكن احنا عندنا مشكلة على الغلطة. بس اكمل جملتك. انا مش بتكلم على الغلطة، انا بكلمك على الامثل من ناحية الفنية. لا كابتن، الامثل ده مش هيجي الا بارادة دولة. إذا كانت الدولة العليا أو دولة الكورة نفسها، إن الكورة مش لعبة عيال. يعني ثانياً وده الأهم، إن حضرتك أنا إزاي آجي أقول إن إحنا مصر اللي هي زي ألمانيا كده في أوروبا حضرتك، صح ولا أنا غلطان؟ تمام. في أفريقيا يعني، إزاي لغاية دلوقتي مفيش حد بيتكلم عن الاحتراف ده لازم يبقى احتراف أمثل؟ لسه بنقول اللاعب عنده ظروف. يعني إيه عنده ظروف؟ وإحنا نكتب نجح بحول الله سعيد إنه يجيب رمضان صبح على الموتوسيكل للامتحان عشان يروح يلعب. طب امبارح كان بيذاكر ولا كان مركز؟ هو يقدر يقول كده هناك دلوقتي؟ لا بس انت دلوقتي عندك ستة في الدوري الانجليزي يا سيدي. ماشي انا بتكلم هنا. لا بص انا اقول لحضرتك حاجة، انا كلامي على كوبر كابتن، على مصر الجديدة مش مصر اللي هي ما كانش في احتراف. انا مش بتكلم على عندك كوبر. ستة خالص. منتخب ستة بيلعبوا في الدوري الانجليزي وده مهمين جدا. انت لسه عندك خمسة بيلعبوا، مش هنلاقي البديل. لا بقى انت عندك ستة، المفترض مش هلاقي البديل. ليه؟ من وجهه نظر كوبر. معتمد على صلاح. بس الحقيقه لو عندي ما خيبش ظننا. لا يعني انا صلاح ما خيبش ظننا يا جماعه. لو عندي وجهه نظر انا اعمل سته صلاح في طريقه اللعب. يعني ودي ممكنه كابتن ياسر؟ طبعا ممكنه. يعني سته صلاح، يعني انت موافق كابتن عادل في انه في اعتماد على صلاح وانه لا قدر الله زي ما الكابتن عادل قال يعني رونالدو في كاس الامم الافريقيه طلع والفريق كمل وفاز. صلاح لو لا في كاس الامم الاوروبيه لو لا قدر الله لا قدر الله الشر بعيد صلاح جاله شد في ماتش ولا في اي حاجه. في منتخبات في العالم قدرها النجم الاوحد. يعني منتخب الارجنتين ميسي. منتخب البرتغال رونالدو. يعني هي دي ما نقدرش تظلم النجم ولا تقدر تعاقبه لانه هو الاعلى من حيث الموهبه ومن حيث الحظوظ. لكن انت لازم يبقى عندك البدائل وتبقى لانه في اي لحظه زي ما انت قلت يا استاذ خالد انه فجاه البرتغال حرمت من رونالدو في كاس الامم الاوروبيه، ممكن في لحظه الارجنتين اذا وصلت يعني للمونديال انه ميسي يصاب بيحصل مشكله فما يلعبش. نيمار حصل له اصابه كبيره برضه في كاس العالم في البرازيل. لازم يبقى عندك البديل. وعايز اضيف للكلام كابتن عادل فكره ان احنا رايحين روسيا. ليه؟ احنا رحنا ايطاليا مع منتخب كابتن عادل، منتخب المرحوم العظيم كابتن محمود الجوهري، ورقصنا في الشارع اكتر مما رقصنا امبارح لما تعادلنا مع هولندا. في حين ان الكاميرون كانت بتلعب مع انجلترا في البطوله دي عشان توصل السيمي فاينل. هذا دكتور بقى يبقى الكاميرون بضاعتها من بدري وسيستم. فمساله ان احنا عايزين نوصل او هنحتفل ان احنا وصلنا المونديال فقط وينتهي
سقف احلامنا عند الوصول للباب الروسي احنا عدينا المرحله دي. تخطينا زي ما بيقول كابتن، مش عايزين تمثيل مشرف. يعني لا. انا ال- 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 الفكره اللي انا كنت عايز اوصلها ايه، انه البدايل التكتيكيه في طرق اللعب وليس في الافراد. يعني في منتخب بيعتمد، يعني اتكلمنا على رونالدو وقلنا انه خرج من المنتخب البرتغالي والبرتغال، لكن ده فيه رونالدو كتير في البرتغال، في لعيبه عظيمه بتلعب، وفي لعيبه لا وفي لعيبه امكانياتها عاليه. هي المشكله فينا في ايه؟ احنا اعتمدنا على صلاح وصل لدرجه للعيبه لزين اللعيبه ازاي؟ يعني انا بشوفها تكتيكيا. انت احيانا احنا سماتنا وصفاتنا في كره القدم الباص الصغير، لان احنا قريبين من امريكا الجنوبيه ودايما شغوفين بيها، فلعبنا قصير وبنوصل بالكوره ايام الكابتن جوار الله يرحمه، ايام الكابتن حسن شحاته. انت دلوقتي لو جبت المباراه وقعدت تحللها وقطعتها التقطيع اللي احنا المدربين بنعمله، هتلاقي انت الكوره الاولى علشان تاخد الكوره الثانيه بنعملها اكتر من 60 موقف، 60 موقف لمحمد صلاح، بهدر من محمد صلاح جري. انا بتكلم تكتيكيا، بهدر من محمد صلاح جري حوالي مثلا 4 كيلو. امبارح محمد صلاح الشوط الاولاني اتعمل له حوالي 7 سرو لمحمد صلاح، الفاصل ما بينهم ثواني. يعني انا عملت سبرنت 30 متر ورجعت، عملت سبرنت 30 متر ورجعت. فانا بتكلم على ان التكتيك الاعلى في الوقت الحالي في العالم انك انت عندك طريق اتقفل عشان المدرب اللي بره بيلعبني. احنا الاثنين مدربين مش بنقف، احنا بنتفرج على بعض. احنا بنقف، انت بتعمل فكره وانا بفسدها لك، وانا بعمل فكره وانت بتفسدها لي. فانا بتكلم على التنويع التكتيكي، التنويع التكتيكي، وعندنا قدرات، عندنا رمضان صبحي يقدر يعمل، عندنا تريزيجيه. طيب ليه ما قلناش امبارح افضل فترات المنتخب في اخر 10 دقائق لما تريزيجيه اشتغل طبعا، اشتغل كتير، خلى محمد صلاح عمل ايه؟ خلى محمد صلاح يتحرك شويه. انا دلوقتي محمد صلاح في طول الوقت اللعيبه بتثق فيه عشان هو لعيب كبير، فاللعيبه بتثق فيه عايزه تخلص بسرعه، فتخلص بمين؟ بمحمد صلاح. فاحنا عايزين نساعد محمد صلاح. انا بتكلم على اني اساعده. طيب كابتن عصام، قول لي في نهايه هذه الفقره مجموعه نصايح نقولها للمنتخب في وهو رايح كاس العالم. انا رايي ان الثقافه اولا، وان اتحاد الكوره فكره ان المدربين في مصر لابد من اعاده تاهيلهم، يبقى في مدير فني لاتحاد الكوره طبعا، ودي خطوه مهمه جدا علشان الانديه المدربين بتقعد مع المدرب بتاع المنتخب، بيبقى في شبه طريقه للبلد دي، بيبقى في احتراف كامل. وبالتالي ما نحتاجه الان ان كوبر يوسع الكادر شويه، وانه محتاج مساعدين اضافيين كمان معاه. انا مع احترامي طبعا للموجودين، الناس ادوا رقميا 100%، لكن احنا رايحين مكان تاني يا ريس، محتاجين فيه اصحاب الخبرات، محتاجين فيه ناس عندها تجربه وعندها سمات تانية، ونلاقي الجهاز بقى ممطوط كده، محللين وتغذيه وطباخ. احنا في 2002 في مالي تونس كان معاها الحلاق والحلواني، تخيل بقى دلوقتي ده معمول في اتحاد الكوره، لكن لازم يفرض كسيستم على الانديه والمنتخب، دي اهم الحاجات. كابتن ياسر، انا هاخد منك بس دقيقه زياده يعني عن وقت، انت مكمل معايا في الفقره الجايه عشان انت اللي هتحاور المشجعات. شوف انا ما اعرفش راي الناس في ارتباط السياسه بالكوره او عدم ارتباطها، بس انا من الناس المقتنعين ان الكوره وجه اخر للسياسه. اكيد. والكوره في مصر تحديدا ارتبطت بالسياسه وبالثورات. تمام. احنا قمنا بثوره 19، بعدها بسنتين اسسنا اتحاد كوره، وقررنا ان الكوره دي لعبه قوميه وفيها الهويه المصريه. تمام. عملنا اتحاد كوره. عايز ايه من السياسه المره دي؟ قمنا بثوره 52، سنه 57 خدنا بطوله الامم الافريقيه، لان احنا اللي عملناها، جمال عبد الناصر هو اللي اسس الامم الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه، وخدنا الكوره كواجهه سياسيه لمصر في افريقيا. تمام. بعد ثوره 30 يونيو بنوصل كاس العالم. تمام. فعايزين نستغل ده في انه نغير سيستم الكره المصريه تماما. خلاص احنا وصلنا لمرحله إن نعمل ايه يعني؟ غير ازاي يعني؟ اولا السياسه تتدخل. احنا احنا يعني احنا الدوله رقم 15 اللي وصلت روسيا لغايه دلوقتي. احنا الدوله الوحيده اللي من اللي وصلوا للمونديال الروسي اللي ما عندناش دوري محترفين. بنلعب دوري نص نص.
فلازم يبقى عندنا دوري محترفين، لازم يبقى عندنا ادارات كره محترفه، عندنا شركات كره، عندنا صناعه مواهب. بص انا مقتنع ان 104 مليون ما حدش يجي يقول لي ان ما فيهمش مواهب كرويه. صحيح كابتن عادل، انا اخر حاجه يعني عايز اتكلم فيها ان احنا ايه طريق انك تعمل منتخب قومي كويس؟ طريقين مفيش ثالث ليهم، لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، الاحتراف حقيقي يجيب لعيبه زي محمد صلاح ورمضان صبحي والنضج اللي بدا حجازي يبقى فيه والحاجات دي كلها. يبقى لازم حته اللعيبه المحترفين ما نغاليش فيهم شويه، لاني انا حسيتها ان في انديه كتير قوي بتكون عايزه لعيبه بس بيبالغوا قوي في الارقام في اوروبا. انت لو طلعت لعيبه كتير بره في الاحتراف خلاص يعني هتتحول وتروح منطقه تانية. انت وصلت لها دلوقتي لانك انت ما تقدرش تعمل معسكرات طويله عشان الاتحاد الدولي بيقول لك الفيفا دي والحاجات دي كلها، خلاص انت دخلت المعترك ده فلازم تبقى قده. قده ازاي؟ تغيير حته اللعيبه المحترفين في مصر، لازم نطلعهم بصوره جيده. ممكن الدوله تدي بونص زي بتاع تصدير السلع للي يطلع، ودي حاجه مهمه جدا. محتاج ان انا يبقى عندي في الدوري الاوروبي، محتاج يبقى بدال 6 في الدوري الانجليزي، يبقى محتاج ان انا يكون عندي 12 13 لعيب في الدوري الانجليزي، 2 في الدوري الاسباني، 3 في الدوري ده، لاني الكوره بقت صناعه واقتصاد. اقتصاد البرازيل طالع على هنا، وزي ما قال برضو دكتور ياسر يخش فيها رجال اعمال وناس وتدعم وشركات وفكر جديد. اشكركم. لازم يتحموا لانه بيستثمروا طويلا، محتاجين بقى الاراده دي تحولها للصناعه. صح. بشكر جدا كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن عصام شلتوت، شكرا جزيلا. هيفضل معايا دكتور ياسر ايوب يحتفل معايا برابطه المشجعات ويسالهم، عشان برضو انا في اسئله المشجعات هبقى صعب قوي. شوفكم بعد الفاصل مع اول رابطه المشجعات اللي ناويين يروحوا على روسيا باذن الله، وهستناكم.